الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. يا سفينة النجاة ويا خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أليلة الحزن طولي قد زاد فيك نحوم، أليلة الحزن طولي قد زاد فيك نحولي. وددت من قبل قومي يحين وقت رحيلي. لسان حال الحوراء زينب روحي فداها. أليلة العشر طولي قد زاد فيك نحوري. وددت من قبل قومي يحين وقت رحيلي. بكربلا يا مذ نزلنا، يا علمت عند النزول بأننا سوف نبقى. يا بلا حمل وجف صوتك اليوم ليلة العاشر، ليلة البكاء والأسى والحزن. بلا حمل وجف أعظم خطب، وذاك أعظم خطب من الزمان جليل. يمسي الحسين وحسينا يا هو سيدا، يمسي الحسين قتيلا فيا له صوتك رداء. يمسي الحسين قتيلا فيا له من قتيل. إلك ون اليوم ساعد الحوراء زينب، فيا له من قتيل. فيا دموع يسيلي عليه كل مسيل. ثم انثنت بنت طه يا وزينب وسيدتي. ساعد الله قلبك يا أم المصائب. ثم انثنت بنت طه بعبرة وعويل.
خاطب الليل لكن خطابها عن ذهولي. أيسمع الليل تخاطب الليل لكن خطابها يا عن ذهولي يا لي. أيسمع الليل قولا من الكلام الطويل؟ تتمنى هذا الليل يطول ها؟ تقول لا تبدي صبحا وذا من المستحيل. باكر يقللها الحسين ها؟ يضعها في الصورة التي ستشاهدها غدا. باكر يا خويا شلون باكر من تهجم عليك العساكر وكل الجرس عبج وصاير تنسينا يا فخر الحراير؟ اطيح ويجيك المهور غاير ودمعة من العينين فاير تنشديه عني ويدق حافرة تنشديه عني ويدق حافرة. يقل لك اخوك شلون صاير جيش الأعاد عليه داير بسيوف ورماح وخناجر باكر ترى يحرقون الأطناب ويقولون هل هل بيت. الله أكبر. ويقولون هل هل بيت غياب وإحنا يا زينب فوق الأتراب شبشت علينا رماح وانشاب الجرح الجرحك ما يفيد علاج ودوى ودوى إلك جانون شب القلب يوب ودوى سكن سريع جيب القلم ودوى لأبوك حسين خلي يكتب وصيه لأبوك حسين خلي يكتب وصيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. وبات الإمام الحسين هذه الليلة مع أهل بيته وأصحابه بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن. ليلة تاريخ بكل المقاييس والدلالات والنتائج، ليلة حقيقة. هذه الليلة ليست كالليالي العادية، ليلة مصيرية على مدى العصور والدهور والأزمنة والأمكنة. هذه الليلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه مع أهل بيته مع أسرته
بين تالي للقرآن وبين داع وبين باك وبين خائف وبين مصل. اليوم كما تقول الروايات أن الإمام الحسين هذه الليلة أحياها بالعبادة، لذلك يستحب هذه الليلة إخواني ليلة العاشر أن تحيا بالعبادة. الحسين أحيا هذه الليلة بالعبادة، فحتى نساهم مع الحسين، حتى نشارك مع الحسين، نعبر عن حبنا للحسين. وأفضل تعبير للحب لحب الحسين هو أن نشوف نتلمس الحسين شو يريد من عندنا. يريد من عندنا إحياء الدين، نحيي الدين. ليش نضايق من الحق؟ الإمام علي عنده كلمة رائعة جدا يقول: من ضاق عليه باب الحق والباطل عليه أضيق. الدين فيه سعة، الدين فيه مساحة كبيرة جدا للعدل وللحق. الباطل هو الضيق. الباطل بعض الناس يهربون إلى الباطل، يتصورون أن في الباطل سعة، في حين العكس هو الصحيح. العدل فيه السعة، العدل يشمل أكبر عدد ممكن من البشر. الباطل تشوف لفئة معينة، للأناني، للمصلحي، للدنيوي. فلهذا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحيا هذه الليلة بالعبادة والاتصال المنقطع بالله سبحانه وتعالى. يقرأ القرآن ويصلي ويخرج تارة يراقب الخيام خوفا من نفوذ بعض الأعداء، لأن ذولا ما عندهم ضمير ولا ذمة ولا شرف. لهذا الإمام الحسين تقول الروايات أنه جعل حفر خندق وراء الخيام، وهاي العادة، يعني هاي الخطة خطة عسكرية ناجحة. حسين جعل الخيام، جمعها كلها ما شتتها، جمع الخيام على شكل هلال وحفر خندق حول الخيام وأضرم فيه النيران حتى يواجه العدو من جهة واحدة. وخطة عسكرية جيدة ناجحة، لأن العدو قد يهجم على الحسين في منتصف الليل. ساعد الله قلب الحوراء زينب. قلوب الأطفال، النساء، يعني عائلة، أسرة كريمة عظيمة، جايين بالصحراء، صحراء قاحلة ما فيها شيء. كربلاء قبل الحسين، مين يعرف كربلاء؟ ما موجودة في بطون الكتب. لكن سبحان الله، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. سبحان الله، الإنسان الطيب حينما يحل مكانا ذلك المكان يصير طيب. هذا السيف تارة يحمل إنسان طيب وتارة يحمل إنسان شرير. هذا الكرسي تارة يجلس عليه إنسان طيب وتارة يجلس عليه إنسان خبيث. الأرض تارة يمشي عليها إنسان طيب مبارك وتارة يمشي عليها إنسان ظالم ومجرم وخبيث. سبحان الله، هذه الأرض هي نفسها إذا حل فيها الطيب طابت، وإذا حل فيها الخبيث لعنته. لهذا اليوم، هذه الليلة، الإمام الحسين يعلمنا، وكذلك حتى اليوم العاشر علمنا مبدأ اللي كيف نتمسك بهذا الدين، كيف نتمسك بالصلاة. هذه الصلاة التي هي تعتبر عمود ديننا. العمود، خيمة إذا ما فيها عمود، إذا عمودها ضعيف، حتى إذا كان فيها عمود، إذا عمودها ضعيف تجيها أي هزة رياح، أي هبة رياح تهزها وتوقعها، تسقطها. فالعمود هو أساس شيء، هو العمود، ثم بعد ذلك الأوتاد.
الوتد بقدر ما يكون العمود قويا. إخوتي أخواتي أعزائي، الحسين يعلمنا، إحنا ترى ناس مو ناس سياسيين محترفين العمل السياسي، إحنا ناس عباد لله سبحانه وتعالى. واحد من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا هو العمل بالسياسة، وهاي السياسة إذا ما تتماشى ويا الدين لا خير فيها. ما أقول يسيس الدين، لا، الدين يكون هو الحاكم. السياسة اللي ما فيها تقوى مو سياسة، ظلم، صحيح؟ وهكذا أي عمل تجاري اقتصادي سياسي أي عمل، أي عمل إذا ما فيه نفحة الدين، الدين صمام الأمان في حياتنا كلها، كل ما تتشعب عن حياتنا التجارية الأسرية التربوية الاجتماعية الاقتصادية، كل شيء كل شيء لابد أن يكون الدين هو الحاكم فيها. متى ما كان الإنسان هو الحاكم على الدين راح يسيس الدين، راح يجير الدين مثل ما هو يريد. لذلك الإمام الحسين إذا تتذكرون واحدة من كلماته ماذا يقول؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعقه. شو معنى لعقه؟ يعني هيك شايفين الملعقة الصغيرة اللي يأخذون قليلا من العسل ويضعونها على طرف اللسان يظل يلوك فيه، كأنه الدين هيك. والدين لعق على ألسنتهم، فقط يتحدثون فيه لكن مواقفهم بعيدة عن الدين، سيرتهم بعيدة عن الدين. اسمه مسلم لكن صلاة ما يصلي، اسمه مسلم لكنه يرابي، اسمه مسلم لكنه يبهت الآخرين، عنده بهتان ما عنده مانع يريد يكسر الإنسان يكسر بأي طريقة. هذا مين لما ليش هيك صار الإنسان؟ لأنه دينه ضعيف، إيمانه ضعيف. لو كان هذا الإنسان إيمانه بالله قوي وتمسك بالله قويا، سبحان الله، القرآن يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. سبحان الله، الاعتصام بالله تارة يكون عن طريق الشخص فرد إلى قوة كشخص، ولكن حينما نعتصم جميعا إلها غير نكهة. لذلك القرآن يريد أن نعتصم كلنا بالقرآن، مش أنا أعتصم وأنت غير معتصم، أو أنت تعتصم وأنا غير معتصم، راح تختل حياتنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، شوف الخطاب للجميع، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بيش أنقذنا الله؟ بيش أنقذنا؟ أنقذنا بهذا الدين. وين هذا الدين بحياتنا؟ وين بعقلنا؟ وين بروحنا؟ وين بمشاعرنا؟ وين بأسرنا؟ وين بتربيتنا؟ وين بمدارسنا؟ وين بأسواقنا؟ وين ما أدري بكل مواقع حياتنا وين الدين؟ لما يغيب الدين يغيب الله من قلب الإنسان، خلاص توقع الإنسان كل شيء. اللي خاف، اللي ما يخاف من الله خاف منه. فلهذا يقول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني، شوف التأكيد بيها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة. أنت الآن حينما تخاطب الحسين ماذا تقول له؟ واحدة من يعني أنك تعترف وتشهد بالحسين أنه أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف. أقمت الصلاة مش أديت الصلاة، فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. أداء الصلاة إن شاء الله مبرئة للذمة إذا يعني أداها الإنسان بشروطها، ولكن إقامة الصلاة أبعد. إقامة الصلاة رسالة،
إقامة الصلاة ترجم لإياك نعبد وإياك نستعين، مش لما تخلص صلاتك أنت تعبد ما أدري مين تعبد، ما تعبد الله. الله ما يريدك بهاللحظات أنت تبكي بين يديه وتتوضأ وتصلي بملابسك الطاهرة وجسمك الطاهر، لا مفروض تكون حياتك كلها حياة طاهرة، حياة نظيفة، علاقتك مع الناس، نيتك أنت تصلي وحاقد على فلان هاي شلون صلاة؟ تصلي وتغتاب أخوك المؤمن كيف هاي صلاة؟ الصلاة علمك أن تكون عبدا من عبيد الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون فاعبدني. العبادة لا يكون نصورها فقط هاي العبادات اللي الله سبحانه وتعالى فرضها علينا، العبادة دائرتها واسعة جدا، أي شيء أي شيء حتى لو تافه، حتى لو لا يملأ عيون الناس، تزور لك أحد الإخوان لله هاي عبادة، تقعد هالمجلس هذا عبادة، تروح تجارتك عبادة، ما أدري يعني أنت تقدر توسع دائرة العبادة حتى تشمل الدنيا كلها، الدنيا كلها تتحول إلى محراب تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تعبد الله بشي حرام شلون عبادة؟ فلذلك هذا الإيحاء حينما تعتقد بأنك عبد من عبيد الله وأنت في ساحته وفي نظره، الله يرحم الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول العالم كله في محضر الله، في محضر الله لا تعصب. وين تروح أنت؟ يعني أينما تكون الله سبحانه وتعالى يراقبك، فأنت كن على حذر، كن على حذر. لهذا الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نقيم هذه الصلاة. الصلاة ترى إن يعني لو أن البشرية كلها كم مليار؟ 6 مليارات، 7 مليارات، 8 مليارات، من زمن آدم إلى يومك هذا وإلى يوم القيامة، إذا كلهم كانوا مؤمنين وقانتين ومصلين ومؤدبين وحبابين مثل ما يقولون، هل يزيد ملك الله شيء ذرة؟ لا والله. إن إلك أيها الإنسان، وإن كانت هذه البشرية كلها أجرمت وفسقت وتعدت حدودها لا تنقص من ملك الله ذرة. فلهذا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سبحان الله، هويتك أنت أيها الإنسان المسلم، صلتك، علامة الصلة بينك وبين الله هي هاي الصلاة. التجارة لنا تاجر اشتغل، لكن حينما يحين وقت الصلاة هكذا أرادنا الحسين. الحسين تقول الرواية أنه صلى صلاة الصبح بأصحابه وأخذ يقاتلهم، قدم الأنصار وقدم أهل بيته وما أدري، وظلوا يقاتلون ساعات ساعات إلى أن حانت وقت صلاة الظهر. أحد أصحابه أبو ثمام الصيداوي قال له يا أبا عبد الله يا مولاي حان وقت الصلاة وهو يقاتل، وصلت بين الحالة للقتال؟ لا. فلذلك يعني هذا امتحان بعض الأحيان في وقت الصلاة، صير عندك شغلة صير عندك ما أدري كذا. لذلك هذه الصلاة ذخيرتك أنت في الدنيا، تسحبها معك في الآخرة. تعلم أن الإنسان المصلي كما في الروايات يقول الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. مستخف مو تارك، تارك الصلاة كافر، كان يسميه النبي كافر، يعني كافر بهذا الشيء، مو كافر بشكل عام، كافر بمبدأ الصلاة. فقيل له يا رسول الله ما بالك تسمي
تارك الصلاة كافر، ولا تسمي الزاني كافر أو شارب الخمر كافر. قال لأن الزاني وما أشبه يعمل الزنا بمكان الشهوة من نفسه، يعني مو زين، ما قاعد يقول زين لا، وإنما يقول أكو شهوة. تارك الصلاة بعد شهوة يقول يترك الصلاة، ما تركها إلا استخفافا بها، فلذلك كافر. واحدة من أهم علامات المسلمين، وهاي في الواقع مفخرة إنه اليوم هذا الربيع العربي اللي حقيقة هاي المرحلة تبشر خير، هاي الأشهر اللي الآن اللي الآن تقريبا قاعد شفناها هاي السنة، شوف إقامة الصلاة في الساحات في الميادين، وهذا فظاهرة جدا جميلة، ونبارك لجميع الإسلاميين في فوزهم للانتخابات، وعليهم أن يؤدوا الأمانة بصدق. الناس لما تنتخب المشكلة الناس يعني لا سمح الله يعني ذولا لما يفشلون يقول لك هو هذا الإسلام، مشكلة هي أكو بعض الناس يعني عندهم قصر نظر، في حين هو مو الإسلام، الإسلام عنده حلول لمشاكل الدنيا كلها، لكن إحنا حظنا ضيعنا، إحنا ما أدري وين رحنا بغير طريق. فلما يصير لا سمح الله، إن شاء الله ما نتمنى لهم فشل، نتمنى لهم النجاح فوق النجاح إن شاء الله، لكن لما يصير فشل ينبغي أن لا ينسحب هذا الفشل على الإسلام، على دين الإسلام. يعني الآن لما مثلا لا سمح الله واحد من أبناء الجالية حفظكم الله جميعا يقوم لفض عمل موش منيح، أنا مرة جاني واحد أحد الإخوة ياباني ما ادري كوري كان عنده معمل، احد الاخوان كان مشتري من عنده بضاعه ومعطيه شك، وهذا الشك ما فيه رصيد، اجاني المسجد، كنت في المسجد، قال لي شيخنا دينكم يبيع يا كان تسوى، قلت لا والله ديننا ما يبيع هذا الشيء، قال لي ليش هالشكل يسوى، هذا هو ما ملتزم دين، شو خصه دين ما خصه هالامر، هي الناس واحدة قاعد تسقط نفسها، وش قد المبلغ؟ 3,000-4,000 ريال، يعني عيب حقيقة. أنت اليوم هنا أيها الإنسان من تكون، لبناني سوري عراقي هندي باكستاني إيراني، أنت الآن تمثل المسلمين هنا، سفير الإسلام، أنت اعلم أنه ترى العيون عليك، وأفضل شيء أنت تخلف هنا في هذا البلد هو السمعة الطيبة، هاي اللي نريدها اليوم إحنا، السمعة الطيبة اللي نريدها إحنا، ما نريد يعني شيء يعني سبحان الله. وأكو بعض الجهات تحاول أن تكبر الموضوع، بس هواي كثير أكو ناس منحرفين في كل الجاليات، لكن هؤلاء يسكت عنهم كأنهم يردونهم في الحج في الطبر حتى يضربون عليهم. فلذلك إقامة الصلاة، إحياء الجمعيات، إحياء المساجد إخواني أعزائي، في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، مو قوتنا الله سبحانه وتعالى يعني حبب إلينا صلاة الجماعة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقم الصلاة لذكري، هم قال لنا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة بشكل فردي، لأنه التربية، الصلاة نفسها وحدي حينما يجن الليل وتصلي لوحدك فيها تربية خاصة، وكذلك حينما تصطف مع إخوانك وتصلي، لها معاني جميلة جدا، وهاي الظاهرة ما موجودة. شوف عندنا مناسباتنا كلها بيها جنبة اجتماعية، حج بيت الله الحرام ملايين البشر، ملايين البشر، 3-4 ملايين يتجهون نحو بيت واحد، لباس واحد، مسيرة واحدة، باليوم الفلاني يطلعون يروحون يطوفون، باليوم الفلاني يروحون على عرفات، باليوم الفلاني يذهبون إلى المزدلفة، ومنها إلى منى، ومنها مرة ثانية إلى الكعبة، وهكذا. هذا شو معنى؟ معناه لا تفرقون يا مسلمون، خليكم باتجاه واحد، أكو قواسم تجمعنا، مش عيب أنت تنتمي إلى جمعية معينة، أنت عندك حزب معين، أنت عندك كذا معين، عندك ما في شيء، لكل جمعية ولكل مكان عطره الخاص، ولكن هنالك نهر بحر كبير يجمعنا، هاي القواسم المشتركة لن تفرق عليها.
شوف الرئيس والمرؤوس والأحمر والأسود والأبيض والطويل والقصير والسلطان والما أدري ما أدري الرئيس والمرأة كلهم جميعا في زي واحد، كلهم هتافهم، حتى الهتاف باللغة العربية مو عنصرية اللغة العربية، لا يعني ما يصير البرازيلي يقرأ لبيك اللهم لبيك باللغة البرازيلية، والإيراني يقرأها باللغة الإيرانية، والما أدري الأمريكي والفرنسي كل ما يعني معناها ما صارت، يعني ما صارت وحدة حتى في الهتاف حتى في التلبية ينبغي أن يلبي باللغة العربية ويعرف معناها، يعرف معناها بلغته، لكن التلبية ينبغي أن تكون باللغة العربية، الصلاة باللغة العربية، قراءة القرآن باللغة العربية، ترجمة القرآن معنى القرآن بالتفسير أي لغة ما مش مهم، لكن قراءة القرآن، قراءة الصلاة حينما تصلي إلى ربي، وهكذا. فلذلك الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. يقول الحديث الشريف يتحدث عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء، كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. شايفين الأرض؟ هذا مثل الحديث الذي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يخرج منه نور إلى عنان السماء، يعرفون أهل السماء أن ذلك المكان يقرأ فيه القرآن، كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. شلون احنا نشوف الكواكب؟ كذلك أهل السماء، الكوكب اللي بالأرض هاي البيوت أماكننا ما أدري محلاتنا، القرآن لا تحصره في مكان واحد، في بيتك في محلك في مزرعتك في أي مكان اقرأ القرآن. لهذا يقول فاطمة الزهراء حينما كانت تصلي يزهر نورها لأهل يزهر نورها لأهل الأرض كما يقول لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. ويقول الله لملائكته يا ملائكتي يا سكان سماواتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي، أشهدكم أني قد آمنتها وآمنت شيعتها من النار. شيعتها من؟ هذا المصطلح عام، كل من أحب فاطمة الزهراء. الشيعة يعني التابعون، شيعة يعني هؤلاء التابعون الذين يتبعون ذلك الإنسان، شايعه بايعه سار خلفه، هؤلاء الذين يتأدبون بآداب فاطمة. الحسين روحي فداه، كذلك حينما كان يتوضأ ترتعد فرائصه وكأنه مذنب وكأنه عاصي. الإمام الحسن حينما كان يأتي إلى باب المسجد كان يقول يا محسن قد أتاك المسيء. أنا وأنت شنقول؟ واحدنا يوقف يصلي ويحكحك ما أدري شو يسوي، بعض الأحيان يأشر شغلات معينة حتى لما يخلص هاي الشغلات اللي يريدها هو يعني مهيئها. الخشوع بالصلاة، هاي اللحظات اللي أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، حاول أن تحافظ على قلبك، لا يهرب قلبك في هذه الساعة. يقول في الحديث الشريف للمصلي ثلاث خصال إذا قام في صلاته يتناثر عليه البر من أعنان السماء إلى مفرق رأسه. الخير البركة أنت ما تشوفها، لكن حقيقة أنت تناجي ربك، هذا أولا، وتحف به الملائكة من تحت قدميه إلى أعنان السماء،
وملك ينادي أيها المصلي أيثاث أيها المصلي لو تعلم من تناجي من فتلت. ما بطلت صلاتك، تبقى تصلي. لهذا حينما تقف أمام الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة حتى تأخذ تأثيرها، ترى اليوم الإيمان والصلاة والتعلق بالله لها أثر اليوم في ساحة المواجهة. الإنسان تتخاطب أبو الفضل العباس تقول له أشهد أنك لم تهن، شو تهن يعني؟ تضعف. ولم تنكل، ما معنى تنكل؟ يعني تجبن. وتعرف الوهن والجبن للمقاتل حينما ينزل إلى ساحة الميدان وهو جبان وهو خائف وهو ضعيف، هذا يأثر على أدائه، يأثر على ضربته أصلا، بعكس ذلك الإنسان المتعلق بالله سبحانه وتعالى. لهذا تشوفون مو شيء طبيعي، حبيب بن مظاهر قتل أكثر من 60-70 نفر، على ورغم أنه رجل كبير السن. علي الأكبر كما تقول الروايات قتل الكثير، يعني إحنا صحيح مو يعني ما نريد نقيس أنه كم قتل، مو دلالة على هذا، نقول أن الدافع اللي يدفع الإنسان حينما يكون هذا الإنسان عند تعلق بالله سبحانه وتعالى يستهين. كبر الخالق في أعينهم فصغر ما دون ذلك. لكن لما يكون الله ضعيف عندك أو ما إلى وجود في قلبك ولا في حركتك، تخاف من أي، تخاف من الطاغية، تخاف من الظالم. لهذا يقول تعالى في كتابه الكريم في سورة المدثر، يقول كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني مثل ما أنت اليوم تبطي رهن حتى تسكن ببيت، تبطي رهن حتى تسكن بمحل، تأخذ محل ما ينفك هذا الرهن إلا ما يعطيك صاحب المحل، يعطيك المصاري ينفك هذا الرهن. أنت هاي ترى نفسك، أنت أعمالك رهينة نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة. شلون تفك هذا الرهن؟ بالصلاة، بالتوسل، بالاستغفار، بالتوبة، بالإنابة، مو بالمصاري. بعض الأحيان في عندنا حقوق شرعية كنت تدفعها من زكاة، من خمس، من كثير من الموارد اللي تستوجب بها المال. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. سبحان الله، هؤلاء أحرار، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. عليه من يتساءلون؟ سبحان الله، هؤلاء ما عندهم حقد، ما عندهم أنانية، يسألون عن المجرمين، دول اللي كانوا مع يعيشون معهم وين صار؟ في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أيها المجرمون، أيها الفسقة، أيها الداخلون نار جهنم، ما سلككم في سقر؟ شوفوا الجواب، قالوا لم نكن من المصلين. هذا اللي جابنا، احنا جبنا انفسنا لهالمكان، احنا، لانه كل نفس بما كسبت رهينة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ويا الريح ويا الهوى يا ستة سويت الستين، امشي. نضحك بعض الاحيان على حالنا، مين طلع من قبره مفشر، مين طلع من كذا، نستهزئ. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يوم القيامة يعني يوم الآخرة، حتى أتانا يقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من يشفع لهذا؟ وين هذا؟ أكو محامي، أكو مصاري تندفع حتى يخلصوا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. ليش هيك معرضين الناس؟ ليش يستخفون؟ بعض الأحيان يعني يستهزئون
بالمصلي بالمعذر كذا بالناصح لهم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة. حمر أجلكم الله، أنتم أكبر من هذا وأجل، جمع حمار، حمار الوحشي. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بعض الناس يهربون من كلام الحق كما تهرب الحمر المستنفرة حينما يهجم عليها الأسد، تبقى تهرب. هنالك أناس يفرون من النصيحة، يهربون من كلمة الحق. وين رايح؟ وين رايح؟ رايح ما أدري، على نادي، لو على سهرة، لو على لعب قمار، لو على شريب. إلى متى؟ ما دام أنت موجود بالدنيا حاول أنه تخلي لك حد كافر. لهذا من جملة الأشياء التي تعلمناها من كربلاء هاي إقامة الصلاة. الإمام الحسين روحي فداه يقولون في يوم العاشر حتى صلاة الظهر. في رواية يقولون أنه صلى بأصحابه جماعة صلاة الخوف. صلاة الظهر هي نفسها تتحول إلى صلاة الخوف، ركعتين يصليها الإنسان بصراحة. وهنالك رواية تقول أنهم صلوا فرادى حينما جاء وقال له مولاي أبا عبد الله لقد حان وقت الصلاة. قال له ذكرت الصلاة جعلك الله من المصل. وين؟ في كربلاء، في ساحة الوغى، هاي اللي احنا الآن نبكي على الحسين، نبكي على مصيبة الحسين. في هاي الحال، في واقعة صفين، الإمام أبوه أمير المؤمنين إمامنا علي بن أبي طالب قال له أصحابه اليوم صار وقت صلاة، فقال إذن على ما نقاتلهم؟ على ما نقاتلهم احنا؟ لهذا تلاحظ أن أصحاب الحسين باتوا هذه الليلة بين قائم وقاعد وراكع وساجد. إمامنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما قدم أهله وأصحابه، اليوم مصيبة عظيمة حقيقة إخواني، وبكرة إن شاء الله قراءة المقتل. ومن جملة الأعمال المستحبة إخواني أعزائي هو أن الإنسان يعطل عمله، يعطل شغله. كيف لما يموت عندك عزيز، تفقد لك عزيز، هل هذا العزيز أعز من الحسين، أفضل عند الله من الحسين؟ فلذلك هذا جزء من مواساتنا، حلو يكون عندنا هالعادة. المحل تخلي عليه قطعة، احنا مسكرين لأنه عندنا مصيبة الحسين. خلي الناس خلي تعرف ما فيها شيء، هذا وفاء، هذا وفاء. يقول لك دولة عجيبة، المسلمين جد يحبون إمامهم الحسين. قبل كذا قرن مات الحسين استشهد في كربلاء، لحد الآن يسكرون محلاتهم، مش قد عندهم وفاء؟ وهذا دلالة على الوفاء. يقول إمامنا زين العابدين إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في حديث له يقول من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. حاجتك تركها يوم العاشر، خليه مخصص للحسين. احنا راح نقعد من ساعة ان شاء الله 9 الى 1 نقرأ المقتل، ثم الجميع متعوين الى تناول طعام الغداء على مائدة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنة عينه. ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله فيه شيئا. طبعا هنا الحزب الأموي النظام الحاكم كان آنذاك كان يروج، كان طلع أحاديث إنه هذا يوم بركة ويوم عظيم يستحب فيه الصيام يوم التاسع تاسوعاء، ويوم عاشوراء يستحب فيه الصيام.
كلها في سبيل يغطون على الجريمة. هاي روايات كلها مدسوسة فيها رائحة أموية. ومن كان هذا اليوم يوم فرحه وسروره وادخر شيئا الله سبحانه وتعالى لا يبارك فيه، يقول ومن جعل الله يوم القيامة يوم فرحه حينما يكون هذا اليوم يوم حزنه، ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله فيه شيئا لم يبارك فيه فيما ادخر وحشر يوم القيامة مع يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله. فينبغي أن يكف المرء فيه عن أعمال دنياه ويتجرد البكاء والنحيب والحزن والكآبة، مو يعني يوم عاشوراء مثل بقية الأيام. لهذا تلاحظ أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، وهكذا جرت من جاء بعد الحسين من الأئمة من أئمة أهل البيت ومن علماء الطائفة من علماء المسلمين والمؤمنين والموالين، تلاحظ اليوم كربلاء فيها الملايين، ما أدري قديش وصل العدد، 3-4 ملايين 5 ملايين وصل العدد اليوم. أصلا يستحب المبيت عند الحسين، يستحب هذه الليلة تحيا بالعبادة بالصلاة والدعاء والذكر. على كل حال تقول الرواية لما لم يبق مع الحسين أحد أخذ يلتفت يمينا وشمالا، كلهم قدمهم أصحاب أهل بيت أعزاء أوتاد، نعم حامل اللواء أبو الفضل العباس علي الأكبر، كلهم قدمهم قرابين لله سبحانه وتعالى. أخذ يلتفت يمينا وشمالا وهو يقول وكلة ناصرا ألا هل من ناصر ينصرنا ألا هل من معين يعيننا هل من ذاب يذب عنا. يقول إمامنا الصادق من قال هذه الكلمة بصدق حشره الله مع الحسين مع أنصار الحسين. حينما يقولها بصدق يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله نقولها بصدق وإخلاص والأطفال يصيحون من شدة العطش، جاءت الحراء زينب روحي فدانا شقيقته في كربلاء ناولته رضيعة عبد الله الرضيع هاجركم الله، قالت له وفي أبا عبد الله لقد جفت ثدي أمه الرباب من اللبن. أعرضه على القوم شوف شو يقولون ماذا يعملون موقفهم ما هو. أعرضه على القوم لعلهم يسقون جرعة من الماء. جاء الحسين أخذ ينظر إلى الطفل الرضيع أجركم الله يا قال إذا كان هنالك ذنب للكبار فما ذنب الصغار. خذوه واسقوه جرعة من خذوه بأيديكم، خاف تخافون أنا أشرب الماء، خذوه واسقوه بأيديكم. تقول الرواية أن معسكر ابن سعد اختلف إلى عدة طوائف، منهم من لعن عمر بن سعد قال حقيقة صحيح إذا كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، جماعة يقولون اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، جماعة آخرين تمردوا على عمر بن سعد لأن هذا الطفل أخذ ما أخذه من معسكر عبيد الله ابن زياد، معسكر سعد بن سعد عمر بن سعد. حين ذاك حينما رأى اختلاف العسكر صاح عمر بن سعد يا حرملة اقطع نزاع القوم
قال حرملا وضعت السهم في كبد القوس أخذت أنظر إلى الطفل أين أرميه أجركم الله. كان الإمام الحسين قد غطى طفله بمنديل يخاف عليه من حرارة الشمس، بينما هو كذلك هبت ريح فارتفع البرقع عن وجه الطفل، بانت رقبته كإبريق فضة، رمى طفل الحسين أجركم الله. ما ذنب هؤلاء الأطفال يذبحون من الوريد إلى الوريد؟ يقول حرملة سددت السهم رميت الطفل فذبحته من الوريد إلى الوريد. وحسينا وسيدا يا الطفل ماذا فعل؟ أخرج يديه من القماط من حرارة السهم، واحنا واعتنق رقبة والدي الحسين، أخذ يرفرف كالطير المذبوح. يقول إمامنا الصادق، يقول هو طفل يذكرنا بطفل الحسين، كلما رأى الإنسان طفله بين يديه يتذكر طفل الحسين. الحسين سلام الله عليه حمل هذا الطفل، ملأ كفه من دمه، رماه نحو السماء، ثم قال اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. آياتي لك حسين دم الطفل في دمي دمي دمى، والله شحال اللي يجتلب حضنه وليده. يا إنسان وترس جفة من وريدة، يا وذب السماء وللقامة من يوم الطفل عنده عبد الله انذبح من فوق زنده. هذا المحتار فيها حسين وحده وحده، يا يدفن لو يجيب للصواوين، يدفن لو يجيب للصواوين. سعد الله قلب أمه الرغاضة، هاي أمك هاي أمك يا عبد الله، انطفت عيني يا ضيها على دربي، يجديني سهم صامك الماذيك ما ياذيني، والله بنحرك ما نبيت نبيت بحشاي بحشاي، وفطر قلبي ومريت جبدي، عقلي طار مني وصبر ما عندي، يا بني يا دليل ويا نجاي سعدي، يا بني يا دليل ويا نجاي سعدي، يا زينة حياتي وزهرتي بدنياي، وعلى يدي ذبحوا فطيمي ضابيا، وبقتلهم إياه قد فجعوني، ما كان طفلا قبل حين في حجر والدي قضى
كجنيني. وبعد يا ابو عبد الله لما اتيت بالعدا مستسقيا وانا اراه يئن مثل انيني فرفعته بيدي امص لسانه كي يرتوي وبريقه يرويني فأصاب حرمنة اللعين وليده منه بسهم عيطني مسنوني يا الله يا الله يا الله يا من لا يقام بغيرك يا الله. اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الآية الشريفة قضاء حوائج المحتاجين شفاء مرضى المؤمنين أم نصر الإسلام والمسلمين جمع الكلمة دفع البلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. إنك مجيب الدعوات غافر الخطيئات كاشف الكربات مبدل السيئات بأضعافها حسنات. جماعاتنا الحاضرين من كان فيهم طالب وحاجة اللهم اقضي حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنين بحق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المؤسسين تقبل لهم أعمالهم بأحسن قبولك. وإلى أموات السامعين والحاضرين والمؤمنين والمؤسسين وإلى أرواح علماء الإسلام وشهداء الإسلام نهدي إليهم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.